السلام عليكم ورحمة الله. سنشاهد في هذا الفيديو وصول عائلة الطفل ريان رحمة الله عليهم من العمرة وكيفاش كان الاستقبال ديالهم. فأوضحت مصادر محلية في منطقة شفشاون أن أسرة الطفل ريان وصلت ظهر اليوم السبت على دوار أو إلى دوار إغران ببلدية مورت بعد عودتها إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة. ونشر الناشط الجمعوي في حي باب برد عبد المجيد أحراز مقطع فيديو يوثق مرور سيارتين تابعتين للقصر الملكي على أحد طرق باب برد تقلان والدة الطفل ريان وكذلك الجدة. وكتب أحراز تدوينة قال فيها إنه بعد أداء مناسك العمرة عاد والد ريان ووالدته وجدته إلى دوار إغران تمورت في محافظة شفشاون في سيارتين تابعتين للقصر الملكي، مشيرا إلى أن العمرة كانت قد تمت برعاية ملكية. وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أولى اهتماما خاصا بأسرة الطفل ريان منذ الإعلان عن وفاة هذا الطفل في الحادث المأساوي الذي هز المغاربة والعالم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياة المتوفي.